النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين كنتيجة لتدفق المزيد من الرياح الجنوبية الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، ويتوقع خلال الأيام القادمة أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي. تفاصيل أكثر حول هذه المعلومات نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الدرجات الحرارة السطحية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. يوم الجمعة سادت أجواء دافئة، ربيعية دافئة في عموم المناطق، درجات الحرارة كانت أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. أما ليلا انخفضت ليسود طقس لطيف في عموم المناطق، بارد نسبيا في المناطق الجبلية العالية، لكن يوم السبت ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتكون درجات الحرارة ثلاثينية في عموم مناطق المملكة، تلامس الأربعين وبداية الأربعينيات في منطقة الأغوار والبحر الميت. أما ليلا ترتفع درجات الحرارة لتكون أدفأ من الليالي السابقة. يوم الأحد أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة وأعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، ويسود الطقس حار نسبيا إلى حار في عموم المناطق. ننتقل الآن وإياكم للحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم مع 18 درجة مئوية، الملموسة 17، الرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. أما بالنسبة للتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم السبت كما ذكرنا ارتفاع واضح وكبير على درجات الحرارة 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الأحد تنخفض قليلا لكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة تلامس 30 في العاصمة عمان، 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الاثنين تنخفض قليلا لكن تبقى أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، 27 درجة مئوية، أما الصغرى تنخفض لتسجل 12 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.